للحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن تجدد التظاهرات رفضا لحكومة الكاظمي وسياستها التي قابلتها القوات الأمنية والميليشيات بالقمع، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشطة في التظاهرات الدكتورة بشرى عبد الواحد. دكتورة بشرى، بداية مرحبا بك، هل نحن الآن أمام موجة ثورية جديدة في بغداد والمحافظات؟ مرحبا بكم وبقناتكم وبالمشاهدين وكل ضيوفكم. اولا نهني العالم الاسلامي وشعبنا العراقي بانتهاء شهر رمضان الكريم، وان شاء الله يعاد في القادم في بلد مستقر وامن، ونتمنى ونسال الله لهم عيد السعيد. شكرا جزيلا. نعم، تلك الحكومه هي حكومه الكوميديا السوداء حقيقه، كما انا سميتها، هي حكومه الضحك على الصخور. منذ اليوم الاول لمجيئهم من 2003 الى الان لم نرى منهم شيئا يبشر بخير، بل كلها مآت، كلها مشاكل واشكالات في البلد، ويعني اسقاطات يعني شلون نقول اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه وكثير من الامور اللي هي خبطت البلد خبط. فحقيقه هاي ثورتنا منذ انطلاقها ولحد الان ولحد اليوم، وان شاء الله باقي ومستمره، ولدينا تحضير قادم باذن الله تكون ثوره عارمه، لانه حقيقه انا قلت انها حكومه كوميديا سوداء تضحك على الزقون. في كل حقبه عندما ياتي رئيس وزراء لا يكون بالمستوى المطلوب. وللاسف كنا نامل خيرا في رئيس الوزراء الحالي، لكنه يبدو ان هناك خيوط تحرك هذا الرئيس. طيب، كان في البدايه لديه شخصيه قويه، وشخصيه انه توقعنا انه راح يدوس على راس الثعالب وحتى ينصر العراق، لكنه للاسف للان ما شفنا اي موقف ايجابي من حضرته، فقط هي اعلام وفقط اعلانات. بالتاكيد المتظاهرون في العراق كانوا يعني رافضين منذ البدايه ترشيح اي شخصيه تقوم بترشيحها الأحزاب السياسية في العراق المتنفذة. اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين دكتورة بشرى كانت قد تحدثت عن مليونية كبيرة في الأيام المقبلة، هل حدثتنا عن هذه الاستعدادات لهذه المليونية؟ والله حقيقة الآن جميع الاستنفار بالنسبة للتبليغات بالنسبة للثوار انه يحاولون ان يحشدون اكبر عدد ممكن، ويحاولون كل الوطنيين ان يكونون في ساحات التظاهر، ساحات التحرير، ليست فقط في بغداد وانما كل المحافظات المتظاهره والمنتفضه. حقيقه نريد حل اخير يعني حل سلمي لهذه المعاناه التي نعاني فيها نحن والشعب العراقي، نحن كمتظاهرون والشعب العراقي كمجتمع المفروض ان يكون متماسك، والمفروض ان يكون يعيش بكرامه ويحصل على لقمه العيش، ويعني تضمت جراحه من خلال لبسمه شمل يتامات وقاداه. فنحتاج الى حياه حره كريمه، وان شاء الله تكون الثوره العارمه القادمه القضاء على كل الفساد وعلى كل الحكومات وكل ديونها. كيف تصفين حماسه المتظاهرين من اجل تحقيق اهداف الثوره؟ يعني اعتقد لا يحتاجون الى وصف، منذ اليوم الاول للثوره ولحد الان وحتى من قبلها هم يواجهون المياه الساخنه ويواجهون الخراطيش ويواجهون المسيلات الدموع ويواجهون الاثاث الحي وايضا السكن وغيره 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 الامور والاعتقال كل الكره الارضيه، ان الناس تلاحظ العراقي واقف وشامخ ويحاول ان يعني يغير كل هذه السيئات اللي جاءتنا بعد 2003، كل هذه المزاعم التي جاءتنا بعد 2003 نريد ان نزيحها بكرك قوي، بكرك نظيف وتمسكه يد واحده. هؤلاء مزابل جاءوا الى البلد، دمروا البلد، وسخوا البلد، يعني حتى على عينهم جاءت كل الامراض والاوبئه. يعني حقيقه احنا العراق ما كان يعني انه اكو اوبئه او اكو امراض واوساخ، لكن حقيقه هؤلاء كان المفروض ان من الاول يقضون عليها. لولا دخول هذا الايراني المتدين الى النجف ما كان صارت عندنا كورونا، وايضا بالحدود الاخرى كركوك وغيرها دخلوا من ايران دمرونا. فهؤلاء هم علاقتهم بهذا البلد الجار السيء، اسوء جار في حياتنا، يريدون ان يخلون بغداد هي مدينه اخرى لطهران. مستحيل العراق بغداد تنتف مدينه اخرى لطهران. نتابع تحليلات على كل
في العراق. طيب دكتورة بشرى، يعني بعد أن ظهرت نوايا الحكومة بتخفيض الرواتب وكذلك استمرار الفساد وعدم القدرة على القضاء على هذا الفساد المستشري منذ 17 سنة، يعني هذه الحكومة الجديدة كما تفضلت لن تكون مختلفة عن سابقاتها. طبعا هنا يعني بالتأكيد للشارع العراقي ردود فعل، يعني كيف تصفين يعني دعم الشارع العراقي لحراككم ومطالبكم؟ ليست حكومات وانما عصابات ورؤساء عصابات تختلف بحيث لديهم اي رؤيه قتليه لبناء البلد، لانه لو كان يكون خارج العراق بهذا تستعصر من هنا وهناك مصادر العراق واموال الثروات تهدف حكومات حكيمه وابطش هذا الرئيس الجديد. شكرا لك دكتورة، نعتذر منك لعدم وضوح الصوت في نهاية هذا الاتصال. شكرا لك دكتورة بشرى عبد الواحد من بغداد الناشطة في التظاهرات.